كيف سابيلا من القدس، انا عشت بالقدس لحد 2007، بعدين رحت عشت بلندن 3 سنين وهلا برلين من 2010. انا كثير كنت فعال وانا عايش ببلاد فنيه، يعني من 98 لحد 2007 كان لي 11 سولو، بس من 2007 لليوم صفر. فانا مبسوط اني برجع على البلاد، على بلادي، انه اعرض عمل اسمه نومانز لاند بالمنطقه الفلسطينيه. انا باعمالي طبعا بتعامل مع الارض، بس كمان باعمالي بتعامل مع الخيال، لانه الارض احنا عارفين انه الارض كلها محبوسه. فشو بنقدر نعمل كفنان؟ انه نطلع على الارض الا بطريقه ثانيه. فبعملي اسمه نومانز لاند او الارض المحرمه، كنت في لندن، صورت ببحيره ليك فيكتوريا بدوله اللي هي قسمت فلسطين وعدتها لناس ثانيه. فصورت البحيره ايش الشجر بينزل عليها. فلما بطلع عليها كان المشهد بيتغير دائما. فذكرني بالتغيرات اللي بتصير مع الارض، بس بنفس الوقت احنا مش عارفين احنا بنو فضاء موجودين كفلسطينيين، هل هو فضاء ارضي ولا هو فضاء بالسماء ولا هو فضاء بالخيال. بس زي اي عمل هذه نظرتي له، ما بيعني انه هيك لازم كل واحد يطلع فيه. بخلي العمل كل واحد من خياله يشوف اللي فيه اللي بده اياه. لانه زي ما انت شايف العمل مجرد، فبالتجريد طبعا بيقدر الواحد يستعمل خياله ويشوف اللي بده اياه. ارض الواقع فلسطين الكل بيعرفها، الارض الواقع مش جديده على اي حدا، اذا نطلع على كل الاعمال الموجوده هون كلها مربوطه ببعض، يعني بس كل واحد من زاويه ثانيه. فاللي بربطها ذهنيا واللي بربطها جسديا واللي بربطها فكريا، فهمت علي؟ فانا حبيت اربطها اكثر فلسفيا واكثر خياليا. طبعا انا وجود برلين ومسيرات العوده من يوم ما شفتها على التلفزيون صعقتني بقوتها، بالدخان اللي بيطلع بهجمة الناس وكيف بإيمانها إنها بدها تصل لإشي هي صعب تتلمسه. فأنا عايش أقول كيف بدي أعمل عمل فني بهذا الموضوع. فاتفقت مع 5 مصورين كلهم رابحين جوائز من غزة، أخذت منهم 1000 فوق 1000 صورة، ودمجت 1000 صورة بعمل كولاج كامل، بس دمجتهم مع صور من الفضاء الخارجي. فعندنا فضاء محبوس، عندنا فضاء مش محسوس ومفتوح. فاللي بدي اصل فيه لهون انه الخيال نفسه اللي خلاني اعمل هذا العمل اللي طلعه برا المكان. ما احنا مضبوط الانسان الفلسطيني محبوس بغزه، بس خياله ولا عمره بيقدر حدا يحبسه. طول ما في انسان حر وخياله حر، طول ما في طريقه انه واحد يكسر هذا الحصار الموجود. كثير اول شيء مبسوط وفخور انه في متحف فلسطيني. انا بدراستي الثانيه بالماستر كتبت على الارض الواقع فلسطين، انه ما فيها متاحف للفن المعاصر، ما في جاليريات، بس اليوم الوضع كله تغير. وانا جيت على الفتاح لما فتح المتحف قبل اظن 3 سنين، ضروري جدا يكون في متاحف من هالنوع وبهالشكل. وشوف المعرض، يعني انا بحكيها بكل قلب بكل حب، معرض كثير قوي، لازم بدي اقول لكل فلسطيني، اي واحد بيقدر يجي يشوف المعرض لازم يشوف المعرض، جدا مهم.